الخبر في عدد اليوم جورنال فيغ جاب عنوان جمهور الرجاء يختار بن جديدة كأحسن لاعب في الفريق، واختاروا أنصار فريق الرجاء الرياضي اللاعب سفيان بن جديدة كأفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي، وذلك عقب المستوى اللي أبان عليه خلال المباريات اللي خدم النادي. ووقع اختيار في أمر جمهور فريق الرجاء اللاعب الشاب بن جديدة كأفضل لاعب في الشهر يونيو الماضي، وكانت جماهير الرجاء أشادت بالمردود اللي قدموا اللاعب بن جديدة خلال مباراة الرجاء وحسنية أكادير، واللي عرفت عودة زملاء أنس زنيتي بالنقاط ثلاث من قلب ملعب أدرار. وجدد بن جديدة حقيته في الرسمية داخل الرجاء، يتسجل هدف ثامن في مباراة حسنية أكادير، وتختار واحد من أجمل أهداف جولة 28، كما أنه كان صاحب هدف السبق ضد فريق الجيش الملكي. وعبروا العديد من أنصار فريق الرجاء على استيائهم من قرارات رشيد طاوسي، واعتبروا عدم اعتماده على المهاجم سفيان بن جديدة كان قرار ظالم لهذا الأخير والفريق، خاصة وأن المجموعة الرجاوية كتشتكي ضعف خط الهجوم هذا الموسم. هدف بيني بادي بانغا في مرمى الجيش الملكي الافضل في شهر يونيو، وصوت جمهور فريق الرجاء الرياضي امس الجمعه على هدف لاعب بيني بادي بانغا في مرمى الجيش الملكي كافضل هدف في شهر يونيو المنقضي، وسجل بيني بادي بانغا الهدف الثاني للنص الخضر في شباك فريق الجيش الملكي الاربعاء الماضي، بتسديده قويه من خارج مربع العمليات ما تركات حتى حظ الحارس الكرد. وتفوق هدف بيني بادي بانغا على اهداف كل مروان الهدودي في مرمى اولمبيك خريبكا ومحمد زريده وسفيان بن جديده في شباك حسنية اكادير، وشارك بادي بانغا في مباريات قليله رفقة النصور منذ انتدابه خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية، في ظل عدم اقتناع المدرب المقال منصبه رشيد طاوسي بمستوى داخل رقعة الميدان، بالرغم من أن الجماهير الرجاوية كانت كطالب دائما بمنح الفرصة، حال وحال مجموعة من اللاعبين على غير المغادرين عبد المنعم بوطويل ويونس مختار. عبد الإله مذكور يوجه رسالة خاصة لجمهور الرجاء قبل نهاية الموسم الجاري. ونفع عبد الإله مذكور لاعب فريق الرجاء الرياضي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شتمه جمهور فريقه بعد مباراة كلاسيكو ضد الجيش الملكي برسم جولة 29، وبعث عبد الإله مذكور رسالة توضيح للجماهير الرجاوية كاين في من خلالها الاتهامات اللي توجهت ليه، وأكد أن أخلاقه ما كتسمحش ليه بشتم أي مكان، فما بالك باللي دعمه وسانده في مساره الرياضي. ونشر مدافع الرجاء تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، جاء فيها توضيح للجماهير الرجاوية الغالية، أحمل قميصا غاليا بقيمة كبيرة، وأعي تماما ارتباط الجماهير الرجاوية بفريق الرجاء وما يمثله في حياتها، لكوني واحدا منهم قبل أن أكون لاعبا في صفوف العالم. ليس من أخلاقي أن أشتم أي أحد، فما بالك بأن أشتم جماهيرا كانت سندا لي ولكل الفريق، ورغم انتقادها لي في العديد من الفترات لم ولن أتجرأ على الرد أو القيام بردة فعل تجاهها، احتراما وتقديرا لها ولحبها للرجاء. رسميا الجامعة الملكية تعلن موعد ديربي كأس العرش، وأعلنت الجامعة الملكية أمس الجمعة رسميا على موعد قمة ربع نهائي كأس العرش بين فريقي الرجاء الرياضي والغريم التقليدي، وحددت الجامعة الملكية يوم الجمعة المقبل 8 يوليو كموعد قمة الديربي بين قطبي البيضاء، وذلك في ظل انتهاء منافسات البطولة. وما كشفتش الجامعة على مكان وتوقيت ديربي الكأس بحكم أن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء غيحتضن مباراة كأس أمم أفريقيا للسيدات واللي غتنطلق اليوم وغتستمر لغاية 23 من يوليو الجاري. 12 غيابا لفريق الرجاء امام المغرب الفاسي، وغيتعذر على مجموعه من اللاعبين بفريق الرجاء الرياضي المشاركه في مواجهه فريق ضد المغرب الفاسي اليوم السبت برسم جوله 30 والاخيره من منافسات البطوله الوطنيه. واكدت عده منابر ان فريق الرجاء غيغيب عليه في مباراه اليوم ضد المغرب الفاسي كل مروان فخر، مروان الهدودي، جمال حركاس، عبد الاله مذكور، عبد الجليل جبيره، محمد سبول، محمد النهيري، محمد المكعزي، زكريا الوردي، فابريس نغوما، وضرب الهرود حميد احداد، وذلك الاسباب توزعت بين عدم الجاهزيه واختيارات المدرب قاتب شعيب مباركي، وغيكون هذا الاخير مجبر على ايجاد البدائل المناسبه للاعبين الغائبين على الرجاء في مواجهته ضد المغرب الفاسي من اجل خلق التوازن على مستوى التشكيله الاساسيه اللي غيلعبوا بها النصر مباراه اليوم. يشل ان لقاء الرجاء والمغرب الفاسي غيتقام اليوم السبت انطلاقا من الساعه 6 مساء على ارضيه المركب الرياضي بمدينه فاس. بعد سيارة الإسعاف البدراوي يعيد باقتناء حافلة جديدة للنسور، ووعد عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي جماهير الفريق باقتناء حافلة جديدة للنادي كتليق بمستوى حسب تعبيره، وهدى البدراوي الرجاء سيارة إسعاف مجهزة بكل المعدات الطبية اللازمة، وأكد على صفحته الرسمية في تطبيق انستغرام على أنها هديته الأولى. وكان البدراوي قبل انتخابه كرئيس النادي خلف المستقيل أنيس محفوظ وعد الجمهور الرجاوي بإحدى تغييرات كبيرة على مستوى الفريق من أجل إعادة سكة التتويج بالألقاب القارية والمحلية.
البدراوي يتوصل باسماء اول مغادري الرجاء في الميركاتو الصيفي، وتوصل عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء بلائحه اوليه كتضم اول المغادرين للفريق الاخضر عقب نهايه الموسم الكروي الحالي واللي غيختتمو زملاء انس زنيتي بمباراه المغرب فاسي اليوم. عزيز البدراوي توصل المستشارين التقنيين هلال طير وعبد الى فامي وهشام ابو شروان بلائحه اوليه كتضم كل الكونغوليين فابريس نغوما وكاديما كابانغو بالاضافه لعبد الجليل جبيره وبضرب الهرود والياس الحداد. واكدت عده منابر انه تم تاجيل الحسم في مستقبل ثلاث لاعبين كيتقدموا الكونغولي بين بادي بانغا وعمر العرجون وحميد احداد، وغيتم تشارك مهمه الاحتفاظ بخدماته من عدمه للمدرب المقبل اللي غيتولى تدريب النسور خلال المنافسات الموسم القادم، فيما تقرر الاحتفاظ بخدمات كل محمد المكعزي وزكريا الوردي ومروان فخر بحيث غتتم مفاوضاتهم لتجديد عقودهم في الايام القليله المقبله. الرجاء ينتظر الخبر السار بعد رحيل بانون عن الاهلي المصري، ومن المرتقب باش يحصل فريق الرجاء الرياضي على نسبه 10% في حاله انتقال المدافع السابق والحالي للاهلي المصري بدر بانون من الاخير نادي قطر القطري. وحسب بنود العقد الموقع بين فريق الرجاء الرياضي والاهلي المصري بشان صفقه بدر بانون، فالاول غيحصل على نسبه 10% في حاله احتراف المدافع الدولي من الاهلي لاي فريق اخر. وحسب مصادر اعلاميه مصريه وقطريه فصفقه انتقال بانون من الاهلي لقطر القطري قريب يتم حسمها، وان قيمتها الماديه غتكون 2.5 مليار تيم، وإلا تمت رسميا ففريق الرجاء غيتوصل بنسبة 10%. ومن المحتمل أن ترتفع نسبة الرجاء من صفقة ابنو بدر بانون في حالة انتقاله للعين الإماراتي، على اعتبار أن الأخير مجهز مبلغ 4 ملايير سنتيم من أجل التعاقد معه، وهي الصفقة اللي كيطمح فريق الرجاء باش تتم بحيث غيستافد منها ماديا أكثر من الصفقة الأولى. الكاف يذكر الرجاء بحدث مميز في كأس الكاف، وذكر الاتحاد الافريقي فريق الرجاء الرياضي بحدث مميز للنسور الخضر في النسخه قبل الماضيه من مسابقات كاس الكونفدراليه، وقام الجهاز المذكور بنشر مقطع فيديو كيوثق المواجهه اللي جمعت الفريق الاخضر بناظيرو بيراميدز المصري برسم نسخه 2021. وعاد الكاف شريطه اللقاء اللي جرات اطواره بمركب محمد الخامس ومتدات للضربه الترجيحيه واللي تالق خلال الحارس انس زنيتي بصدو الركلتين، وتمكن فريق الرجاء من حسم التاهل نهائي كاس الكاف بعد تغلبه بركلات ترجيح 5-4 على ضيفه بيراميدز، اذ انتهت اطوار المواجهة بالتعادل السلبي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فيغ، في أمان الله ونطلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Hey!